ثم خروج الشعاع من العين ايضا صور عندهم بانحاء متعددة قد تصل الى 3 أو 4، فمجموعا قد تكون 3 أو 4 اقوال في المسألة. صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه يشير الى هذه المسألة، وهذا إن دل على شيء واقعا يدل على أن علم التشريح ليس علم حادث كما يراد أن يقال، وإنما علم التشريح كانت له أصول في الفلسفة وفي الطبيعيات الإسلامية، يعني أن الحوزات العلمية الإسلامية كما كانت تقرأ الفلسفة والفقه وغيرها من العلوم كانت تقرأ هذه العلوم التجريبية من الطب والفلك والرياضيات ونحو ذلك. وإلا هذه الأمور التي الإنسان يقرأها واقعا عندما يقرأ الإنسان إذا يوفق أن يطالع ولو مقدار من كتاب القانون في الطب لابن سينا يعرف تقدم علم التشريح في ذاك الزمان كان إلى درجة كبيرة مع قلة الوسائل أو انعدامها في ذلك الزمان. صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 8 من الأسفار صفحة 178 يقول: فصل في البصر.